يحصل. هو انا بس بناشد الاهالي عن طريق حضرتك، بلاش تاخدوا دروس خصوصيه في الصيف، بلاش نفس الثقافه اللي قولها بتتكرر 100 قولها سنه. قولها قولها، بجد السناتر السناتر الكارثه. بجد مفيش مدرس ثانويه عامه قدر يتوقع الامتحان السنه دي، فما تاخدش عند الامبراطور والاسطوره والكلام ده، مش هيفيدك بحاجه صدقني. الدروس الخصوصيه عكس طريقه الامتحانات تماما، اوعى تنخدع ورا مدرس وتروح تقضي الصيف في الدروس الخصوصيه، استمتع باجازتك وابدا الامتحانات، ابدا دروسك عادي مع بقيه الدراسه جدا، لكن ما تبداش قبلها بثلاث اربع شهور عشان تسبق الوزاره، مش هتستفيد باي حاجه خالص، لا انت ولا في الاعداديه ولا في الابتدائيه. قضي اجازتك عادي جدا مع اهلك، طيب وتفسح وعيش حياتك، ما ترهقش نفسك، ما تخرجش من موال تخش على الموال بعده على طول، ارجوك ما تعملش كده، مش هيفيدك باي حاجه، خاصه طلبه الثانويه العامه اللي الوزاره بتجيبه في الامتحانات حاجه، واللي المدرسين بيدوه في الدروس حاجه تانيه خالص يعني. واسالوا طلبه الثانويه العامه السنه دي، الدروس ما نفعتهمش باي حاجه خالص. أنا موافقك جدا أستاذ أحمد في الرد، وبشكرك جدا أستاذ أحمد حافظ مسؤول ملف التعليم بالأهرام. عايزة أقول إنه في الحقيقة في النهاية عايزة أقول لولادنا في الثانوية العامة أو أولياء الأمور إنه إحنا يعني لازم نهدى على الولاد شوية، إحنا اللي بنسبب للولاد التوتر والقلق اللي بيخليهم إن هم يبقوا مش عارفين، يبقوا عايزين يعملوا أي حاجة عشان يضمنوا نجاحهم. أنا متوتر وأنا مش عارف أعمل، طبعا التوتر يعني بيفقدهم ثقتهم بنفسهم، فبيخليهم ان هم يعني بيبقوا عايزين يدوروا على اساليب الغش ويبقوا مش عارفين يعملوا ايه. ويعني انا بطلب من الحقيقة من الاهالي انها تخف الضغط على ولادها شوية، تديهم الثقة في نفسهم، وبعدين هي مش آخر الدنيا، يعني هي مش آخر الدنيا. نبص نلاقي مش عارف واحدة يا رب ربنا يرحمها اللي توفت من التوتر، وكان يعني تقريبا عندها القلب، واللي مش عارف بيغمى عليه، واللي مش عارف بيحصل له ايه، واللي يعني مش عايزين نشوف المشاهد دي تاني. احنا ولادنا انتوا غاليين علينا، غاليين علينا جدا، ولادنا اللي في الثانوية العامة، انا برجوكم انكم تهدوا وخليكم واثقين من نفسكم، واللي فات فات واللي جاي جاي، يعني الدنيا كلها بتبقى يوم حلو ويوم مر، مش كل حاجة بتمشي كده زي ما احنا عايزين. لازم يعني ربنا معاكم ويوفقكم يا رب ان شاء الله.